السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله غادي نديرو طاجين سوسي شلحاوي صويري رائع جدا سريع في التحضير من ألد ما يكون. بقاو معايا تبعوا معايا الفيديو إلى الآخر، على العموم الفيديو قصير جدا. كملوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير الطويجين ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما المكونات والمقادير، ساهلين وبساط جدا في متناول الجميع. طريقة التحضير ديالو سهلة جدا وبسيطة. عندي هنا تقريبا واحد 250 غرام ديال اللحم، يعني ربعة ديال اللحم، جوج طريفات على حسب أفراد الأسرة. وعندي هنايا بصلة، حبة بصل واحدة اللي قطعتها بهذه الطريقة تكون كبيرة شوية. وعندي 250 غرام ديال الجلبانة، أي ربعة، هذا هو قصها الجلبانة. وعندي هنايا جوج حبات من البطاطا عادية وثلاثة ديال الحبات صغار من البطاطا القصبية. كلشي كيعرف البطاطا القصبية كتجي بحال المخ، دايبة ورطيبة. عندي نص كاس ديال زيت العود والتوابل كالتالي. عندي معلقة سكينجبير، معلقة ديال التحميرة، واحد ضامة ديال الغنمي، ممكن ديروها ممكن تستغناو عليها. وعندي الربيع، خرقوم والإبزار. هادو هما المكونات والعطرية والمقادير. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخد الطاجين ديالي وكنوضع فيه في الأسفل في الأول البصلة، ثم كنضيف الحيمة ديالي على حسب أفراد الأسرة، ممكن ديروا الدجاج، ممكن ديروا اللحم، ممكن ما ديروش اللحم ما ديروش الدجاج، راه كيجي الألد ما يكون. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضع العطرية من الفوق، يعني هذا الطاجين ديالنا ما كيتشحر ما والو. مباشره كنوضعوا الحيمه والبصيله ديالنا والعطريه والخضر وكنشعلوا عليه، يعني يا في الفاخر يا في البوطه تكون ناقصه مهيله، وكيطيب بسرعه وكيجي رائع جدا. هذه الطريقه كيحضروها بها سواسة، اي الشلوح، وهذه الطريقه خديتها من الوالد ديالي، من الاب ديالي، هو اللي كيحضر الطاجين السوسي بهذه الطريقه، وكيجي ما نقول لكمش تاكلوا عليه صباعكم، وراه كيجي بنين ولذيذ، يعني بلا ما نشحروه ونقليوه مباشره كنوضعوه على النار وكيطيب وكيجي رائع. كيف ما كتشاهدوا معايا ضفت التوابل كلها، والربيع والخرقوم والتحميره والسكينجبير والبزار وضامة ديال البنة. اللي ما بغاش يدير ضامة البنة يدير الملح حسب الرغبة. عندي هنايا جوج بطاطات توسطي الحجم اللي قطعتهم وكنحطهم كنستفهم بهذه الطريقة. وعندي ثلاثة ديال البطاطات قصبية، ممكن ديروا الجزر، ممكن ديروا القرعة السلاوية، ممكن ديروا أي نوع من الخضر، غير الطريقة كتختلف ديال الطاجين ديالنا ما كيتشحر ما والو. مباشرة كنوضعوا التوابل والبصل واللحم والخضر، وها هو الطاجين ديالنا واجد من اسرع ما يكون. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضع الجلبانه في القالب في الوسط وما تبقى في الجوانب. وهذه هي القيته ديال الجلبانه، علاش لا ما نحضروش بها طويجنات، كيجيو رائعين والد ما يكون. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضع الجلبانه، وغادي ناخذ داك البصيله الصغيره اللي قشرتها وكنقطعها دوائر وكنديرها الفوق، كتجي كتطلق واحد البنه وكتعطي واحد المنيدر، كتجي رائعه جدا. هذا هو طاجين السوسي، طاجين الشلحاوي ديال الصويره، ديال المنطقه اللي كنتمي ليها انايا، الاصل ديالي، لهذا سميت قناتي سكينه الصويريه. مدينه الصويره معروفه في المغرب، غير دخلوا اليوتيوب وكتبوا مدينه الصويره وغادي تشوفوا الجمال ديالها والطويجنات ديالها كيتحضروا بهذه الطريقه. هذه كيف ما كتشاهدوا معايا غندير واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال المليحه من الفوق ديال الطاجين. بالنسبه للتمرق ما كنمرقوش بزاف، داك الكاس اللي عبرت به الزيت نص كاس هو اللي كنديرو ديال الماء، لان البصل ديالنا مفرشه في التحت وغادي يطلق لينا الماء وغنقصوا عليه الصفر وغيطيب على خاطرو وغيجي مشحر. صدقوني صدقوني فاش يلا شعلت عليه النار اعطى واحد نسمه خطيره رائعه ديال البصيله كتشحر. وضفت واحد فلفله حاره بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحر بحالي انايا، وغادي نغطي عليه وغنوضعو على نار مهيله، تكون النار بشرط تكون مهيله، او ديروا واحد العازل على الطاجين كمقله ثقيله او شي عازل وتنقصوا عليه النار ونخليه يطيب على خاطرو. غندير واحد معلقه في الجناب لان باقي غيطلق ليا العصاره ديال البصل، الماء ديالو التمريقه ديالو، باش ما يفيدش ليا الطاجين. غندير واحد معلقه ونغطي عليه. كيف ما كتشاهدوا معايا النار مهيله جدا، شبه يعني متوسطه ومهيله، ما تكونش مجهده باش في نفس الوقت يطيب لينا ويتعلق ويكون رائع جدا. بعد ما داز ليا تقريبا نص ساعه على نار مهيله، كيف ما كتشاهدوا معايا الطاجين ديالنا كيجي مجمر ومشمع
وطايب على خاطر خاطره وما زدلوش الماء بتاتا من داك نص كاس ديال الماء مع البصيلة هي اللي تلقى فيها داك المرق. نتمنى تجربوا الطويجين ديال اليوم وينال الإعجاب ديالكم مع داك النسمة ديال البطاطا قصبية وجلبانة، كيجي رائع جدا. شكرا لكم متابعة وإلى اللقاء.